مساء الخير، اهلا بيكم. هو ده ميعادك وهو ده ميعادك، لان انتوا تتفرجوا علينا وتشوفوا الجمال. البرنامج ده مخصص عشان الجمال. باقي من الزمن ايام صغيره جدا على الكريسماس وراس السنه. طبعا احب اقول لكم ان في عروض بتقدمها عيادات اورا علشان الكريسماس وراس السنه، ويعني عايزين نشوف الصفحة كمان بتاعتنا، هتنزل دلوقتي ونشوف الأرقام اللي موجودة على الشاشة. الأرقام دي تتصلوا بيها وتعرفوا العروض. دي الصفحة بتاعت عيادات أورا يا جماعة. عيادات أورا بتقدم كل ما هو يعني متاح عندها من تقنيات حديثة عشان خاطر تهتمي ببشرتك وشعرك وجمالك. حتى لو يعني خدنا بالنا، في ناس كتيرة قوي بتحب تتجوز على السنة الجديدة، كل عروسة عايزة تظبط أي حاجة في بشرتها. هي صورة واحدة في العمر لازم تكوني فيها جميلة. أي حد عنده خروجة وعايز يظبط قبل ما يخرج في راس السنة، أو نحتفل كمان بأعياد الكريسماس وكمان أعياد 7 يناير، كله جاي مع بعضه، فنلحق من دلوقتي. أنا ضيفتي النهاردة دكتورة ميرا سميح، أخصائية جلدية والليزر بعيادات أورا. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا رنا. عاملة إيه؟ الحمد لله. كل سنة وأنتي طيبة. وأنتي طيبة وكل الناس طيبين. ظبطتي عشان الكريسماس؟ شكلك مظبطة كده. أنا باين؟ عندي إحساس هايفو. باين؟ عندي إحساس هايفو كده. باين بجد؟ باين طبعًا. يعني باين، وقبل الهوا قلت لك وشك في حاجة هايفو صح؟ السر في الهايفو. هايفو ده من احدث التكنيكس اللي موجوده يا جماعه في عيادات اورا، ولازم نجربه، لانه يعني هو بيعمل مفعول السحر. انا شخصيا جربته. اول حاجه عايزين نكلمك فيها النهارده علشان خاطر الناس اللي يعني كمان داخله على الافراح، مش بس الكريسماس وراس السنه، هو لون بشره. في بنات كتير قوي دلوقتي بتستعمل الكريمز اللي بتفتح البشره، لان بتحب ان هي تبقى بشرتها فاتحه. هل في تقنيه موجوده في عيادات اورا اللي هي بتفتح البشره؟ وهل فعلا الجلسات بتاعت التفتيح دي ما بتاخدش وقت؟ هو تفتيح البشره عايزين نقول ده الموسم بقى بتاعه، يعني انا بسمر طول الصيف وببتدي ان انا وشي بقى الوان، بيبقى سهل جدا اليومين دول ان انا ابتدي اعمل الجلسات كلها بمختلف انواعها للتفتيح، لان الجو جميل فما بيبقاش يعني العرضه لان انا يحصل لي اي التهاب او اي احمرار او ان انا اتعرض لشمس جامده بتبقى قليله. فده التوقيت دلوقتي اللي مناسب بالظبط لكل الجلسات اللي انا ممكن اعملها. هو البشره بيبقى فيه ايه المشكله فيها في الغمقان؟ عندي كذا مشكله، يا اما نتيجه ان انا اتعرضت للشمس من غير ما ابقى حاطه صن بلوك مناسب لنوع بشرتي يحميني، فابتدى يحصل لي تصبغات ان جزء في الوش غامق وجزء واحد فاتح، او ان انا بدا يظهر شويه نمش صغيرين، او ان انا ابتدى في الحوامل مثلا او كده ابتدى يظهر لي الكلف بتاع الحمل، ده نوع تاني من الاسمرار، او ان انا ممكن شويه البقع اللي هي بتظهر بقعه بني كده في الجلد نفسها. فعلا. او حب شباب قديم ابتدى يسيب اثار ان هو ابتدى يسيب لون غامق. كل حاجه بيبقى ليها طريقه علاج مختلفه. الميزه ايه بقى؟ الميزه ان دلوقتي عملنا يعني في جهاز لكل حاجه من الحاجات دي بيديني افضل نتيجه. يعني انا ممكن استخدم الكيو سويتش. كيو سويتش ده ايه؟ هو جهاز ليزر ببتدي استخدمه علشان التصبغات اللي هي زي كلف الحمل مثلا او التصبغات البنيه نتيجه العمر شويه، ببتدي اشوف النتيجه بتاعته بتبقى مرضيه جدا، وفي نفس الوقت انا يعني بعمل السيشن وبقدر انزل. بس ده من كام جلسه بقى يا دكتور؟ على حسب الدرجه اللي هي جايه بيها. يعني مثلا الكلف بيبقى له جلسات، عدد جلسات معينة، النمش عدد جلسات معينة طبعاً. التصبغات عدد جلسات معينة طبعا. كل ما لحقت الموضوع بدري كل ما كانت عدد الجلسات أقل. يعني كل ما جيت في مرحلة بدري شوية كل ما احتجت جلسات أقل. هحتاج، في ناس هتحتاج جلسة واحدة، في جلستين، في 4 جلسات، على حسب أنا جاي في أنهي مرحلة. لكن لو مثلا عندي مشكلة إن أنا عندي تصبغات نتيجة تعرض لشمس فما بتبقاش يعني لون بني واضح، ساعتها بقدر أعمل حاجة جميلة جدا، وهو إن أنا أبتدي أعمل التقشير. التقشير ده بقى حاجات كتيرة جدا على حسب كل بشره وعلى حسب لونها. انا ممكن اعمل التقشير باحماض الفواكه، ممكن اعمل التقشير الكيميائي، ممكن اعمل التقشير اللي هو بالماسكات زي الماسك القناع الذهبي او ماسك اللي بسيبه فتره وبعدين ببتدي. دي كلها يعني تحت كورسات تفتيح موجوده عندكم في عيادات اورا. طب الكورسات بتاعه تفتيح البشره دي قلتي باحماض الفواكه، وقلتي بالتقشير، وقلت بالاجهزه زي جهاز الكيو سويتش، قلت ان انا ممكن لو عندنا اثار بقى حب شباب قديمه ابتدي الجا للفراكشنال ليزر. أوكي. الميزه ايه؟ الميزه ان انا الاربع حاجات متاحه عندي، يعني انا مش شرط استخدم، يعني انا ممكن اعمل احيانا تدخل بحاجتين مع بعض علشان اوصل لنتيجه اسرع لو انا عايزه اشوف نتيجه اسرع، على حسب انا طبيعه شغلي، انا معايا وقت اجازه فهبتدي اعمل تقشير. الله.
ده اللي هي في الرقبه، ده كرف ده؟ لا ده هنا الاندر ارم تحت ال ده تحت الباط. ايه ده، انا شايفاها شكل رقبه، ده لا تحت الباط. هنا يعني هنا اللون كان غامق كتير جدا، يمكن اتاخرنا شويه. هنا ببتدي اعمل جلسات اللي هو التقشير، بس المنطقه دي من المناطق الحساسه جدا في الجسم، فمش اي نوع تقشير ومش اي نوع بشره. عشان كده انا بنصح ان انا يعني اختار الحاجه المناسبه ليا، بلاش الوصفات اللي في البيت. اصلا الغمقان اللي هو بيبقى اندر ارمز ده بيبقى بيستعملوا مثلا حاجات بتلهب الجلد، حاجات كيميكال، بستخدم حاجات بتمنع التعرق تماما، فبيبتدي يحصل التهاب. ده بقى الكلف بتاع اللي هو بيظهر احيانا ساعه الحمل، اللي هو يبقى لون بني في الخدود كده، مش نتيجه مثلا شمس او كده، هو بيبقى في حالات معينه. هنا بقدر استخدم كيو سويتش رائع، ببتدي اعمل جلسه في جلسه، بشوف النتيجه بتاعته ممتازه جدا. وهنا والصوره دي، هنا ده تصبغات، دي بقى بعمل لها التقشير. وزي ما قلنا ان التقشير يعني بحر كبير جدا، يعني التقشير لو البشره غامقه شويه ببتدي ان انا اعمل لها تقشير بدرجه اقل شويه، علشان انا خايفه عليها ان هي يحصل التهاب او يحصل انها تسيب علامه بعد كده. في ناس اللي بشرتهم فاتحه جدا وهي عندها مثلا مش بتتعرض لشمس كتير، بقدر ان انا اعمل جلسه تقيله شويه عشان اشوف نتيجه اسرع. على حسب انا بسيبه كام ساعه على الوش، انا بعمل كام طبقه، انا بعمل التركيز ايه. فالموضوع مش بسيط، ما ينفعش ان انا اجيب اي حاجه واشتغل انا بيها لنفسي. دي اكتر بس حاجه. بس امتى اقول انا عندي نتيجه مرضيه؟ يعني امتى انا بشوف بعد كام جلسه ابتدي اقول ايه، اوكي كده شكلي بقى الطف؟ مع التقشيرات يعني لو التصبغات العاديه نتيجه الشمس او كلف، انا ممكن بعد جلسه او جلستين بكتير جدا. لان انا ممكن بعمل ساعات احيانا اتنين مع بعض، يعني ما بدخل تقنيتين مع بعض، لان كل حاجه موجوده، يعني كل حاجه بتبقى تحت ايدي في قوره، كل حاجه تحت ايديا، هقدر اشتغل هنا شويه هنا شويه، فببتدي اوصل للنتيجه الاسرع. يمكن اكتر الحاجات بتاخد معايا وقت شويه هو النمش والتصبغات اللي نتيجه العمر شويه، دي بتحتاج 4 جلسات 5 جلسات. بس كل ده كله 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 داخل في العروض بتاعت الكريسماس ونيو يير، مش كده؟ اكيد طبعا. يا سلام. واسكندريه كمان، عايزه اقول لكم ان عيادات اورا ليها فرع في اسكندريه، وكمان العروض دي كل اهل اسكندريه يعني ممكن يستفيدوا بيها. عايزه اسالك بقى على احنا طبعا داخلين على فصل الشتاء اهو، هنبتدي او دخلنا خلاص، يعني الكام شهر اللي جايين دول طبعا يعني البشره بتبقى جافه جدا. في ناس كتيره طبعا في الشتاء بتنسى تشرب ميه، مع ان يعني شرب الميه ده شيء مهم جدا. ايه الكورسات اللي موجوده في عيادات اورا اللي هي تخلي البشره نضره وخصوصا في فصل الشتاء؟ وهل احنا بنعمل الكورسات دي واحنا في فصل الشتاء ولا بعد ما بيخلص فصل الشتاء؟ هي النضاره دي كلمه كبيره جدا. النضاره معناها ايه؟ النضاره ان انا البشره تبقى بنفس الشكل اللي ربنا خلقني عليها، لا تبقى ان هي بتطلع دهون كتيره، يعني ما تبقاش دهنيه، ولا ان هي تبقى جافه لدرجه ان هي تبتدي تعمل لي قشور. انا عندي حاجتين، يا اما نضاره من بره ان انا بعمل ترطيب خارجي، يا اما بعمل ترطيب داخلي. الترطيب الداخلي ده طبعا الدور الاساسي فيه هيرجع لشرب الميه كتير. الترطيب الخارجي بقى حاجات كتيره جدا. ان انا ممكن ابتدي اعمل جلسات بسيطه خالص زي جلسات البي ار بي البلازما، ببتدي اسحب عينه من الدم وبفصلها في جهاز الفصل المركزي، بيبتدي يتجمع لي البلازما. البلازما دي فكرتها ايه؟ ان هي بتبتدي تحفز الطبقات الجلد ان هي دي الاصفر ده اللي هو بعد ده سائل البلازما. دي جلسه بسيطه جدا مش بتاخد وقت، ما فيهاش الم، بس بتجدد لي الخلايا. الجلد من الحاجات اللي ربنا خلقها زيها زي الاظافر زي الشعر، اللي المفروض طبقات الجلد دي هي بتجدد نفسها بنفسها. احيانا العمليه بتبقى بطيئه شويه، فبتبتدي البشره تبقى مرهقه وفاقده نضارتها. البلازما حاجه بترجعها تاني لطبيعتها، يعني انا برجع بس البشره لطبيعتها. ممكن ان انا دلوقتي كمان عندي حاجات كتيره جدا تحت مسمى الميزوثيرابي. الميزوثيرابي ده عباره عن فيتامينز كتيره جدا، عباره فيتامين سي لو عايزه اعمل تفتيح، ممكن ابتدي استخدم مواد نفسها. دي شكل البشره اللي فيها نضاره وشكل البشره اللي هي مرهقه، سهل جدا اي حاجه اتعلم عليها، يعني سهل التجاعيد تحفر فيها، سهل الشمس تاثر فيها انها تبتدي تسيب لي تصبغات. كل ما بحافظ عليها بالجلسات بتاعت البلازما او ان انا ابتدي احقن المواد المعينه، يعني انا احيانا بحقن الكولاجين، الكولاجين ده حاجه موجوده اصلا في بشرتي بس حصل لها فقد لاي سبب ما. هو البشره السمراء هي اللي بتفقد الكولاجين
اكتر من البيضه ولا ما بتفرقش؟ ده بتبقى طبيعه حسب وراثه؟ لا هي بتبقى وراثه. يمكن البشره البيضه بتبقى اكثر عرضه للتجاعيد مش لفقد الكولاجين، بس كده كده البشره لو انا ما يعني زي الورده كده، لو انا ما اهتمتش بيها وكل فتره حاولت ان انا اسقيها بلازما، حاولت اسقيها كولاجين، حاولت اسقيها ترطيب خارجي، هتبتدي ان هي تفقد نضارتها، فده بيأثر بعد كده كمان على ظهور التجاعيد بدري. النضاره دي عارفه بتخلي الوش ناعم كده زي البيبي. إن في ناس كتير طبعا اللي بيهملوا في سن المراهقة موضوع حب الشباب، بيوصلوا لمرحلة بعد كده إنها بتبقى فيها حفر. بالزبط. هل فعلا ممكن ترجع تاني ناعمة كده ملساء، ولا ده هي والمستحيل؟ لا دلوقتي الحمد لله ما بقاش في حاجه اسمها مستحيله. يعني مع التطور العلمي ومع ان احنا كمان الاجهزه كل مدى فيها تطور، جهاز الفراكشنال ليزر ده جهاز هايل جدا. يعني جهاز الفراكشنال ليزر، فراكشنال ليزر ده عشان اثار حب الشباب، علشان اثار حب الشباب. فكره حب الشباب ايه؟ ان انا كانت في حبوب وانا اهملتها، فابتدت ان هي تعمل التهاب. الالتهاب ده شويه بشويه ابتدى يعمل لي زي تليف يشد الجلد لجوه. زي المنظر ده، ان هو يسيب لي الحفر اللي محفوره لجوه دي. لا 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 استني بقى، ده النتيجه دي بعد كام جلسه؟ أربع جلسات. فعلا أربع جلسات. هنا برضو على فكرة، في حالات بتبقى أشد من كده كمان. هي الفكرة إن الفراكشنال ليزر بيطلع الموجات بتاعة الليزر بتاعته، بتبتدي تكسر في الأنسجة المتليفة دي، فتخلي البشرة تاني ترجع لطبيعتها، تتشد. يعني التليف اللي شددها ده يتشد فترجع تاني، بنعملها زي ما بنقول ريسيرفس، يعني إن إحنا بنعملها تصطيح، ترجع تاني لطبيعتها، تبقى ملساء. عارفه زمان كانت اي عروسه عندها اثار حب الشباب كده زي ما احنا شايفين، كانت لازم بقى تداريها ويعني طبقات من الميك اب، فدلوقتي اتحلت المشكله دي. كمان اللي انا كنت، وهنا دي علامات خفيفه، يمكن لسه دي ما ثبتش الحفر بتاعتها، ده التصبغات اللي نتيجه حب الشباب، ساعتها ببتدي اعمل لها بقى التقشير. التقشير ده فكرته ايه؟ التقشير انا زي ما اتكلمنا ان البشره طبيعتها ان هي بتجدد نفسها، ساعات لما بتتراكم الخلايا الميته بتاعت البشره دي هي اللي بتسيب لي التصبغات دي، التقشير بيبتدي يشيل لي كل الخلايا دي، كل الطبقات السطحيه دي، فبيطلع الجلد الجديد بلونه الاصلي وبنفس الملمس بتاعه. علشان كده بتيجي تقول لي انا الحته اللي قشرت، انا وشي بيقشر بس الحته اللي قشرت يا دكتور لسه تحتيها بلمسه كانه البشره رجعت تاني ناعمه تماما، ملساء تماما، ما فيهاش اللون الغامق ده. كل ما لحقت الموضوع بدري كل ما الموضوع بقى اسهل في العلاج وفي الوقت. حلو قوي. كل ما لحقت الموضوع بدري دي، ما انا برضو عايزه اسالك يعني ايه الكورسات اللي موجوده في عيادات اورا اللي هي تبقى ايه يعني وقايه من التجاعيد؟ وطبعا احنا دلوقتي بيتفرج علينا امهات كتيره وبنات كتيره وشباب كتير، فانا مش شرط ان انا استنى لحد ما ادخل ال 30، ممكن ابتدي الكورسات دي من العشرينات، ولا هي ليها سن معين؟ لا هي ملهاش سن، لان التجاعيد دلوقتي ما بقاش ليها سن. التجاعيد فكرتها ايه؟ في بروتينات معينه موجوده في الجلد زي الكولاجين والالاستين. البروتينات دي وظيفتها، يعني ده بروتين في الجسم كله. وظيفته ايه؟ وظيفته ان انا لما بعمل حركه وارجع تاني الجلد بيتشد ويرجع تاني. شويه بشويه انا بدات افقد في البروتينات دي المسؤوله عن التجديد، فبيبتدي الجلد يرجع ما يرجعش تاني لنفس شكله، يبتدي شويه بشويه يسيب لي بقى الحفر اللي تبان دي. اوكي. يبتدي يحصل لي تهدل بسيط، انا بنسى اشرب ميه، عملت دايت جامد، ابتدى يحصل لي سقوط في الوش، فابتدت البروتينات اللي مسؤوله عن الشد بتاع الوش ابتدى يحصل لها فقد شويه بشويه. دي بعوضها بقى بحاجات كتيره، بعوضها ان انا ببتدي احقن البلازما، بعوضها ان انا ببتدي احقن الكولاجين نفسه ده اللي انا اللي هو موجود طبيعي، ببتدي انا احقنه تاني لو ابتدى يضعف. يعني ممكن نحقن كولاجين. ببتدي الجا بقى لحاجه تانية لو هي عضلتها قويه جدا، يعني هي بشرتها فيها نضاره وكل حاجه، بس هي من الناس اللي عضلاتها قويه وبتستخدم تعبيرات وشها في كل حاجه، كل ما بتتكلم ببتدي ان انا احقن بوتوكس. بوتوكس بسيط جدا، وهي بتبقى جلسه واحده. بوتوكس فكرته ايه؟ فكرته ان هو بيخلي العضله بتتحرك طبيعي، بس بدل ما كانت بتتحرك بقوه جدا بتبتدي تتحرك بالراحه، فما بتسيبش نفس الحفره اللي تبان على، يعني اللي بتسيبها لما العضله على طول شاده على الجلد. كل ما ابتديت الحق بدري موضوع ان انا احقن مثلا بوتوكس، شويه بشويه هي العضله نفسها بتبتدي تضعف، فما بتسيبش التجاعيد. يعني بنلاقي مثلا حد عنده 40 سنه والجبهه عنده محفره كلها طبعاً خطوط بالعرض، الكراوس فيد اللي بتبان من الجنب، كل الحاجات دي لو لحقتها بدري بتبتدي ان هي على سن ال 40 ال 45 بتبتدي البشره تبان اصغر كتير. على فكره كل دي معلومات مهمه جدا جدا جدا، لازم
كل ام حتى مش لازم انت، لازم تفكري في بناتك كمان او اولادك الشباب اللي بيبقى عندهم برضو حب شباب، ولازم يعني يبقى في الثقافه بتاعت ان انا اخلي بالي من نفسي. احنا هنروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا معلومات مهمه ما تروحوش في حته. ورجعنا تاني. قبل الفاصل كنا بنتكلم على الكورسات اللي موجودة للنضارة، وكمان ازاي ان انا اقي نفسي من التجاعيد. يا جماعة العروض بتاعة عيادات اورا ادخلوا على الصفحة بتاعتنا وكلموا النمر اللي انتوا شايفينها دلوقتي على الشاشة، وتقدروا تحجزوا وتلحقوا العروض. فاضل ايام صغيرة جدا على الكريسماس، وفاضل ايام صغيرة جدا على رأس السنة. هي دي الصفحة. عايزه اقول لكم ان كمان عيادات اورا موجوده في اسكندريه. نلحق بقى عشان نظبط الخروجات والعرايس اللي فرحها قرب. كمان في راس السنه بيبقى في ناس كتير قوي بتتجوز، كل يعني كل عروسه وانت جميله وانت يعني لازم تبقي حلوه. خلصنا كده كورسات ازاي ان انا اقي نفسي من التجاعيد. طب لو حصل تجاعيد بقى خفيفه يا دكتور، انا ازاي اقدر اعالجها واضمن منين انها مش هترجع تاني، ولا هي بترجع؟ طيب، هي التجاعيد نوعين، يا اما تجاعيد بتبان وانا بعمل الحركات، يعني تجاعيد تعبيريه، دي ساعتها ببتدي ان انا الجا للبوتوكس العلاجي، اللي هي ال111 واللي هي واحنا والخطوط والابتسامه كل الحاجات دي. التجاعيد بقى الثابته دي بتبان لما ابتدي ان انا اسيب نفسي شويه، فابتدي تسيب بقى علامات في الوش نفسها. دي هبتدي في عندي نوعين. لا، لو الحفره في مثلا زي الخطين بتوع النيزو ليبيا اللي هنا دول، اللي هم النيزو ليبيا الفولز، او الخطوط اللي على الجنب هنا، او الشفايف نفسها ابتدى يحصل لها ان هي تتقلب لتحت، ببتدي اعالج الكلام ده بسنه فيلر. الفيلر ده هو ماده مالئه، ببتدي ان انا استخدمها علشان تعوض لي الشكل اللي ابتدى يحصل لي فيه التجاعيد. او بقى ان انا بلجا لحاجه تانية خالص، اللي هي ان انا ابتدى يحصل لي تهدل، وابتدت ان الوش نفسه مش حكايه ان التجاعيد على قد ما الوش لما ابتدى يحصل له تهدل وسقوط، فابتدى يتني على نفسه، يبتدي يديني منظر كاني في تجاعيد شديده. ابتدي بقى كل الجلد ده اللي ابتدى ينزل على الفك، خط الفك، الجولا ده، لو حصل بقى تهدل الجلد كله. انا بقى عايزه اقول لك على حاجه، لان في ناس كتير قوي طبعا يعني باعتين وسالوا ان لو حصل تهدل هل فعلا الخيوط هي الحل، ولا في تقنيه تانية غير الخيوط؟ وطبعا كل الناس بتخاف اول ما تسمع خيوط، تقول لك خيوط خيوط ايه، انا هشد وشي ازاي هعمل كده؟ مع ان يعني انا اعرف ان هي بقت بديل للعمليات الجراحيه اللي في ناس كتيره بتخاف منها. هي الخيوط حل بديل وسهل جدا. انا زمان كان الحل الوحيد اللي قدامي لما يبتدي يحصل لي تهدل في الجلد، بقى فيه جلد زياده، بقى الحل الوحيد ايه؟ ان انا كنت بدخل عمليات ببنج كلي وابتدي اشيل الجلد الزياده ده وابتدي اعمل الجرح الصغير اللي بيتعمل. دلوقتي الخيوط بقت تديني نفس النتيجه دي من غير لا عمليه ولا بنج ولا اتحجز في مستشفى ولا اي حاجه خالص. ببتدي ان انا بدخل الخيط ده زي الخيط الجراحي الخفيف خالص اللي انا ببتدي استخدمه في الخياطه. يعني هو في العادي مش بيبقى باين، هي لو شافته بعينيها كده حاجه رفيعه خالص موجود على كانيولا مصمطه. ليه مصمطه؟ علشان وانا داخله ما اعملش اي، ده شكل الخيط بالظبط، هو فتله الصغيره خالص دي. والكانيولا دي كده كلها بتبقى الحافه بتاعتها مش بتجرح، يعني مش بتعملي اي مشكله خالص. ببتدي ادخل بيها من عند منبت الشعر من فوق علشان العلامه ما تبانش، امشي في الخط بتاع، امشي في خطين متوازيين كده بتاع اللي هو الخطين عشان ارفع كل الجلد المتهدل ده. طول ما انا برفع كل ما بشد الجلد ده كل ما ابتدت البشره معايا تترفع. هنا انت مستعمله خيوط؟ هنا الخيوط، لان انا عندي هنا التجاعيد كانت شديده جدا والوش شويه تقيل. عايز اقول لك بقى كمان الجديد ان حتى الخيوط ما بقتش زي زمان، الخيوط كل مدى فيها تطور. دلوقتي بقى موجود عندي في عيادات اورا الخيوط الامريكيه. اوه ده انت غيرتي الرقبه، هنا يعني، والفك نفسه، الفك بقى خلاص رجعنا تاني، ده اتعمل لها كونتور، ده اللي هو المستحيل يعني. الخيوط زمان كانت الخيط اللي موجود كان يمكن شويه ان انا لو هي اقول لها ان هو مش هيقعد معاكي مده طويله، لو انت من بشره السميكه شويه او الناس اللي جلدها تقيل او الرجاله. دلوقتي بقى عندي الخيوط الامريكيه. ميزه الخيوط الامريكيه ايه؟ ان الخيط تقيل بقى يقدر ان هو يتحمل وزن الجلد ده، فبقت تقعد معايا مده اطول. اي نوع بشره ما بقتش يعني، زمان كان في حاله اقول لها لا انت الخيوط مش هتجيب معاكي نتيجه، هنعملها بس ما فيش مثلا هتقعد معاكي كام شهر وهيبتدي ان يحصل التهدل تاني. مع الخيوط الامريكيه دي بدات ان هي تشد الجلد وبيقعد مده اطول، لان
بقت القدره بتاعتها اكتر على ان هي ترفع معايا الجلد. ابتدى ان انا دلوقتي لو عندي مشكله في الرقبه، عندي الجلد ابتدى يحصل تهدد بقى المنظر من هنا كده، فابتدي ساعتها اشتغل بالخيوط برضو من ورا فتحه الودن من هنا، ابتدي اشد المنطقه دي كلها. الرقبه من المناطق المهمه جدا اللي بتبين العمر. انت عارفه فعلا في ناس كتير، وانا ساعات حتى وانا باجي احط الكريم بنسى احط على رقبتي، بحط بس على وشي، فطبعا بالاهمال وكده بيبان فعلا زي ما بتقولي. بقت الخيوط دلوقتي لدرجه انا مره حد من الجراحه بيهزر وبيقول الحاجات التجميليه دي هتوقف علينا احنا الشغل بتاعت، لان حاجه سهله موجوده في العياده هعملها وهطلع امارس حياتي بشكل طبيعي، فالموضوع بقى اسهل كتير جدا. وبعدين الميزه كمان ان الالم بتاعها بقى دلوقتي ما بقى، يعني انا كانيرا مصمطه فمش هتبتدي تعملي اي الم في اي حاجه، وبحقن بنج خفيف خالص مكان ما انا ماشيه بالخط بتاعها. لكن في الاخر النتيجه دي بتبقى مرضيه بالنسبه لك، وانت بتشدي الخيط لحد ما هي، لحد ما انا اقول لك بس كفايه انا عايزه كده. احنا الخيوط بنبتدي ان انا بفهمها ان انا بعمل حاجه اسمها اوفر كوركشن، بشد زياده عن اللزوم، لان طبيعي مع الحركه ومع الكلام بيبتدي الوش يريح سنه صغيره، فهي بتبقى خارجه من العياده الوش كانه مشدود تماما، اسبوع 10 ايام بيبتدي يوصل لوضعه الطبيعي. طب هو الترهل يعني بيفرق حسب المكان العلاج بتاعه؟ يعني مثلا ساعات بيبقى فيه ترهل في الجفون، ترهل في الخدود، ترهل في الجبهة، الجبهة ساعات بتسقط. هل الـ كل مكان ولو استخدام خيط تاني او له علاج غير التاني في الترهل؟ طبعا، يعني مثلا منطقه زي الجفون لما تبتدي ان الجفن عندي يبتدي يقع لدرجه ان هي ما بقاش عندها مساحه ان هي تحط اي ميك اب، مش عندها مساحه ان هي احيانا بتوصل كمان ان هي مش شايفه، ابتدى يعمل لها سقوط في الجفن نفسه. دلوقتي ببتدي اشتغل بجهاز رائع جدا هو الجيت بلازما. ايه فكره بقى الجيت بلازما؟ هو جهاز ليزر ببتدي اشتغل بيه على الجلد. هو ده صوره الجهاز زي ما انتم شايفين كده على الشاشه، ابتدي اشتغل بيه، هو بيطلع الليزر اللي بيطلعه ده بيبتدي يشد الجلد ويعمل قشره صغيره خالص، القشره دي بتبتدي تقع معايا بعد 4 أو 5 أيام. الجفن بعديها بيتشد تماما. البروبس اللي تحت دي ولا دي سنون؟ دي حاجه بتركب فوق على طب اشرحي لنا بقى. اول واحده من الشمال اللي هي المدوره الدايره دي بستخدمها في النضاره، لان هي بتطلع الموجات اللي بتطلعها بتبتدي تديني تحفيز للكولاجين والالاستين الموجود في البشره، زيتها ان انا بقدر استخدمها على اي مكان زي الايدين مثلا. يعني الايدين من المناطق اللي بتبقى فاقده كتير جدا نضارتها، فساعتها بقدر ان انا اعمل لها بجهاز الجد بلازما. اللي بعديها بيبقى السن بتاعه اتخن سنه صغيره، ببتدي لو عندي العلامات اللي مكان التحفيره، انا مش عايزه احقن بوتوكس، انا مثلا حقنت ومن قريب مثلا بس ابتدى يظهر تجاعيده خفيفه خالص، ساعتها بقدر اشتغل عليها بالموجه الليزر دي. عندي جرح قديم، اي سكورز في الوش، الخطوط اللي في الرقبه اللي بتبقى بالعرض دي اللي بالعرض، كل دي بقدر استخدمها برضو بالجد بلازما، لان هو فكرته ان هو بيشد الجلد كله. ايه ده فعلا، ده فعلا، هل ده كده؟ انا مش مصدقه ده بجد. يمكن الحاله هنا كان من الحالات الشديده شويه، فالجد بلازما واستخدمها من حاجه كمان، ان انا ببتدي احقن بوتوكس بيرفع الحاجب سنه صغيره. يعني انت بعد ما عملتي الجد بلازما رفعتي الحاجب كمان، فوسعت خالص بقى المنطقه دي. بالظبط، العين كلها وسعت، الرؤيه بقت احسن. وبعدين انا يعني بقول لها انت خلاص احنا هنعمل، هتنزلي هتمارسي حياتك بشكل طبيعي جدا، انا مش مضطره ان انا اتحجز في مستشفى او ان انا استنى وقت لحد ما التورم يروح. برضو هنا انت عملتي انا بحب جدا ان انا ادخل بالحاجتين، الجد بلازما والبوتوكس، بيظبطوا لي رسمه العين جدا، بيظبطوا رسمه الحاجب نفسه، فبيشد معايا الجفن لفوق، بيساعد مع الجد بلازما. انا كمان عارفه ان الجد بلازما ده يعني بديل للعمليه الجراحيه، يعني بدل ما هي بتعمل عمليه جراحه وتشد الحته دي، ده فعلا زمان كان اي ترهل في الجفن كان الحل الوحيد بتاعه ان انا بدخل اشيله جراحيا. ايه ده؟ هنا عملتي ايه؟ ده بقى حاجة تانية خالص، ببتدي الجهاز الهايفو اللي اتكلمنا عليه في أول الحلقة. اوكي، ده عشان الرقبة. علشان الرقبة هنا في الدبل تشين دي أو التجاعيد، والتجاعيد الجامدة برضو اللي مخلية جنب الفم من تحت. ببتدي ساعتها لو بس هي دي مش صغيرة في السن، دي كبيرة في السن، فكون إنها النتيجة باينة كده دي نتيجة هايلة، يعني معنى كده ان انا لو ابتديت من بدري شوية كان فرق معايا. الموضوع بيفرق كتير جدا، لان الهايفو انا ببتدي هو بديل، يعني نقدر نقول بديل للخيوط لو الحالة خفيفة شوية او لو الحالة
واقعه قوي هنحتاج منه كذا جلسه، بس انا مثلا الخيوط انا خايفه منها لسه، انا مش مطمنه لها قوي، ببتدي او تكلفتها يعني انا مش قادره قوي، ببتدي ساعتها ان انا الجا لحل الهايفو. الهايفو بيبتدي ان هو يشد لي كل طبقات الجلد، سواء عضلات سواء الطبقه بتاعه الجلد نفسها الخارجيه، يبتدي يشد الخطوط الرفيعه خالص الفاين لاينز، يبتدي يحفز الطبقات الداخليه المسؤوله عن نضاره الوش. فانا بوصل للثلاث حاجات مع بعض في جلسه واحده. ثلاثه في جلسه واحده بالظبط كده. طب عايزة أقولك الهايفو ده يعني ممكن أن أنا أستعمله فين كمان يعني، أو هو له استخدامات إيه كمان غير الحتة بتاعت الرقبة؟ هل هو مثلا ممكن بيرفع الوش كله، بيعمل ليفتنج للوش كله؟ آه الإيدين برضو ممكن أستعملها هايفو، ولا الإيدين بستعملها بلازما جات، ولا إيه؟ الهايفو هو جهاز سونار عادي، يعني الهايفو هو الموجات بتاعته موجات فوق صوتية، ببتدي ان انا لما بشتغل بيها وتشد العضلات والجلد، فهي بالتالي بترفع كل طبقات الوش. بقدر استخدمه كمان لان معاه القطعه الثانيه بتاعته اللي بتوصل للخلايا الدهنيه، لو في مناطق سمنه موضعيه في الجسم سواء في الذراعين سواء في البطن. انا عملت دايت بس عايزه اعمل ريشيبنج. يا سلام. الله الله، كل ده في العروض يا جماعه صح؟ بالظبط. كل سنه وانتي طيبه، ميري كريسمس يا جماعه، وكمان هابي نيو يير، خلاص راس السنه قربت. بفكركم تاني تتصلوا على الارقام اللي موجوده على الشاشه، تقدروا تعرفوا كل العروض اللي عاملاها عيادات اورا سواء في القاهره او في اسكندريه، تقدروا تلحقوا ان انتوا تظبطوا قبل الخروجه وقبل الفرح وقبل احتفال راس السنه. كل سنه وانتم طيبين. انا بشكر دكتوره ميرا سميح اخصائي جلديه والليزر بعيادات اورا، ميرسي يا دكتور جدا على وجودك معايا. ميرسي خالص ليكم. بشكركم. بكره الاعاده الساعه 12:30 الظهر، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.